ممزوجة ببعض التساقطات المطرية، أم أننا سنكون في معايشة ملامح جوية أخرى؟ صباح الخير يا ليث. يسعد صباحك وفاء، وصباح الخير لكل السادة المشاهدين. صباح الفل والياسمين. وهذيك المرة نشرت أنت صورة للثلج، فأنا قلت لك يلا وين تعاد، يعني خليها يجي هالثلجات ويسقط الثلج على خير. نهاية الأسبوع طبعا إحنا في طول كرم شهدنا منذ الأمس وحتى هذا اليوم وأول أمس يعني تساقطات متفرقة للأمطار، رعد، صوت الرعد، وأيضا وميض البرق كان واضح بشكل يعني ظاهر جدا للرأي. ف ماذا عن نهاية هذا الأسبوع؟ ماطرة أم مستقرة؟ نعم بداية، يعني احنا امبارح كنا تحت تأثير ما يسمى بحالة من عدم الاستقرار الجوي. طبعا هذه الحالة مختلفة نوعا ما عن نظام الأمطار الجوية التي تؤثر على المنطقة، حيث لاحظنا أنه بالرغم من هطول زخات الأمطار على العديد من المناطق الفلسطينية، امبارح الأمطار شملت تقريبا معظم أنحاء البلاد من شمال فلسطين المحتلة وحتى جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن بقيت درجات الحرارة مرتفعة وكانت تتراوح في غالبية معظم المناطق ما بين نهاية العشرينيات إلى بداية الثلاثينيات مئوية. كانت الأجواء ما بين حارة نسبيا إلى حارة رغم هطول هذه الأمطار، كون هذه الأمطار ناتجة عن اندفاع لرطوبة مدارية من إفريقيا من شرق إفريقيا نحو المنطقة، عملت على تكاثف السحب على ارتفاعات مختلفة وبالتالي هطول زخات من الأمطار. هذا اليوم تعود الأجواء للاستقرار، وبالتالي لا يوجد فرص لهطول الأمطار ولا يوجد أيضا تغير على درجات الحرارة والتي هي إجمالا أعلى من المعدل بحدود 5 إلى 7 درجات مئوية، والمتوقع أيضا أن تستمر كذلك حتى يوم السبت. يعني اليوم الأربعاء، غدا الخميس، الجمعة، السبت، لا يتوقع أن يكون هناك تغيرات جوهرية على درجات الحرارة مرة أخرى التي هي أعلى من معدلاتها، بالتالي درجات الحرارة تتراوح إجمالا ما بين نهاية العشرينيات إلى بداية الثلاثينيات على اختلاف التضاريس الفلسطينية في غالبية المناطق، لكن ستتجاوز ذلك بطبيعة الحال إلى منتصف الثلاثينيات فقط في مناطق أريحة والأغوار. لكن يبدو حسب الخرائط الجوية بداية الأسبوع المقبل بالتحديد بدءا من يوم الأحد راح يكون في انخفاض على درجات الحرارة، أو رحلة انخفاض على درجات الحرارة تتواصل مع منتصف الأسبوع المقبل. يعني راح تبدأ درجات الحرارة انخفاضها اعتبارا من يوم الأحد، وهذه الانخفاضات تتواصل أيام الاثنين والثلاثاء وربما حتى يوم الأربعاء. انخفاضات واضحة ليث أم ماذا؟ ستكون حسب الخرائط الجوية انخفاضات ملموسة، درجة الحرارة يتوقع أن تتراجع مقارنة بهذه الأيام بحدود 8 إلى 10 درجات مئوية، وبالتالي انخفاضات وفروقات واضحة درجات الحرارة ما بين بداية ومنتصف الأسبوع المقبل، لتعود يعني في غالبية المناطق، نتحدث يعني بشكل عام عن متوسط المناطق الفلسطينية إلى بداية العشرينيات، خاصة بالمناطق المرتفعة، جبال الضفة، جبال شمال فلسطين المحتلة، يعني تتراوح درجات الحرارة بحلول منتصف الأسبوع المقبل ما بين 22 إلى 24 درجة مئوية نهارا، وتنخفض ليلا إلى حدود 14 و15 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء ستميل للبرودة بشكل باردة بشكل واضح، ونحتاج مرة أخرى لارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في المناطق الجبلية، بينما حتى في المناطق المنخفضة والسهول الساحلية والساحلية أيضا الأجواء ستكون فيها معتدلة بشكل كبير خلال ساعات النهار، وأيضا النسمات الباردة ستكون موجودة فيها بحلول ساعات الليل. نعم، إذا يعني نحضر العدس كالعادة والمعتاد، ونحضر فرش السجاد نوعا ما للناس كمان اللي ليث زي ما حضرتك حكيت اللي بيسكنوا في المناطق الجبلية، حتى إحنا في بعض القرى المحيطة زي بلعة وصيدة وعلار، هاي مناطق مرتفعة مقارنة بطول كرم نفس المدينة، فهم بيشعروا بصراحة بالبرودة أسرع منا، يعني بيدخل الشتاء عندهم أول بعدين بدري. إحنا بيجعنا بدري، فمشان هيك ينتبهوا كتير منيح من هذه التغيرات المناخية. بس التنويه وفاء، يعني إحنا عشان حكينا أنه في انخفاض ملموس درجات الحرارة، ممكن الناس اللي سمعتنا أو شافتنا بنحكي عن هذا الانخفاض تربط ذهنها بأنه هذا الانخفاض مربوط بمنخفض جوي أو فرص واضحة للأمطار. طبعا هذه الانخفاضات
مش شرط يكون معها أمطار، أو هي ليست ناتجة عن منخفض جوي صريح، إنما يعني عن كتلة هوائية خارفية في غاية الاعتدال. فرص الأمطار معها يعني حتى الآن ما زالت غير مرتفعة حسب الخرائط الجوية الأخيرة. أتأمل أن تحمل يعني الأيام القادمة تحسن في معطيات الأمطار، ولكن مبدئيا الانخفاضات موجودة وواردة، ولكنها حتى الآن ليست مرتفعة يعني مقترنة بفرص مرتفعة للأمطار. نعم، إجمالا نأمل إذا لمنتظري الشتاء أن يترقبوا هذه التغيرات ويكونوا حذرين جدا. إذا الأجواء ستكون كما هي عليها لهذا اليوم، يوم الخميس والجمعة والسبت، لكن منتصف الأسبوع سنشهد انخفاض واضح على درجات الحرارة، وبالتالي نأمل أن تكون كل هذه التغيرات تحمل لنا جميعا الخير. أشكرك ليث العلامي الراصد الجوي، شكرا جزيلا لك، ونواصل المشوار الصباحي مع